ورشه ايه اللي انت بتقول عليها دي ملالين ملالين يا عاطف. يا مدام بكره يبقوا قروش وبعدين يبقوا جنيهات. لا دي كون فريده اتجوزت وخلفت كمان. ما تتخبش، انا بفكركوا في بكره. انا ما احبش الراجل اللي طموحه محدود، وخصوصا ان هيبقى جوز بنتي. لا روح غير هدومك وحصلني على العربيه عشان نكمل كلام. ها بقى قبل ما اطلع اغير هدوم وانزل لكم على طول. تعالى معايا قولي بقى ايه اللي حصل. لا 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 دي اسرار ما اقدرش اقول لك عليها. يعني مش هتقولي؟ لا بس عشان خاطر يا عم. ازاي يا اخي؟ بس لو ما كنتيش تحلفي. امك دي يا فريده كل يوم بكتشف فيها حاجه تخليني احبها اكتر. اكتر مني؟ مش هتصدقيني لو قلت لك ان انا في اللحظه دي حاسس زي ما تكون امي انا. وبعدين معاك يا علوي، انت هتفضل مزروع لي في المزرعه كده لغايه امتى؟ مش شغل يا دولت وانا بلعب. يا شيخ بلا شغل بلا بتاع. عملت ايه في الارض اللي احنا هنصلحها؟ ده مشروع كبير يا دولت وعايز تفكير. تفكير ايه بس وبتاع ايه؟ انت مش قلت لي خلاص انك جاهز؟ يعني اخد الارض واسيبها بور يا دولت مش ممكن. يا سيدي مش هتفضل بور ولا حاجه. انا هجيب لك كل المكن اللي انت عايزه. مين اللي هيستورد ده؟ انت بس مالك ومال الحاجات دي؟ مش لازم اعرف. حاضر يا سيدي. عاطف. عاطف مين؟ الواد بتاعنا ده. ما تخليكي معايا لله يا دولة. علوي انت جرف مخك حاجه، خليك رقيق ما تبقاش كده هامج وجرف. هو الراجل يبقى هامج وجرف لما يقول لمراته انها تفضل معاه لله دي؟ الله، الموضوع ده احنا حسمناه من زمان وانتهينا خلاص. انت اللي حسمتيه مش انا. انا ما دام حسمته يبقى اتحسم وخلاص. دولة تصبح على خير يا علوي. انت من اهل الخير يا دولة. الشاي اللي هيشربوه. اوعى كده يا اخوي. اوعى إيه؟ يا مرسي. اوعى اوعى اني مخاصمك. ايوه يا اخوي. الله يضربني بشعره ويصالحني
اللي في عطس. اوعى يا بيه، اوعى يا مصر، مش كده يا اختي، اوعى. الواد مرسي ده همجي جلف يا شجر انكيل قرفة يا محمرة شفة، عايزة عريس خفة يسهر معايا الليل. يا ليل يا ليل والله الهوى ميال. طرفة بيت يا كريمي. ايوه يا اخوي، انا مش عايزك تروح عند الزفت اللي اسمه علوي ده ابدا. بتغير عليا يا مرسي. مش راجلك يا بنت. ايه يا اخويا، راجلي راجلي وسيد الرجاله كمان. همجي وجلف، ولا انت يا علو يا فرماوي؟ انت انت اللي يا علو يا فرماوي، انت اللي يا علو يا فرماوي، انت اللي يا علو يا فرماوي. داوية ازاي يا علو؟ انزلي هنا كلميني. لما اقولك انزلي كلميني تبقي تنزلي وبسرعة. رجعت للسكر تاني يا علوي؟ انا مش سكران. لا سكران يا علوي، و100 مره قلت لك تبطل الزفت اللي بتشربه ده. انا بقول لك انا مش سكران يا راجل، روح كده مش كلام فارغ. راجل او انا دلوقتي عرفت انا هنا ايه. راجل صباح الخير يا علوي. علوي 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 يا علوي. دولة صباح الخير يا دولة. صباح الخير يا علوي. قولي ايه اللي عملته امبارح بالليل ده؟ عملت ايه؟ لا ولا حاجه. طب بقولك ايه، يلا حضر لي الفطار عشان نفطر سوا. زينات مش موجوده؟ موجوده، لكن انا عايز افطر من ايدك انت. حاضر حاضر يا دولة. اهلا بيك، كل شيء تمام. انا متاكده. يلا يا اولاد اتفضلوا معايا. تعال. واستنيت لغايه ما شحنت كل المعدات واطمنت وجيت. برافو يا عاطف. والمركب هتوصل امتى؟ المركب هتوصل اسكندريه بعد 4 ايام، هتقعد هناك يومين وبعدين تعدي على بورسعيد وتعدي القناه وتروح السودان ان شاء الله. برافو برافو يا عاطف. طب انا هستاذن بقى علشان اروح اطمنهم في البيت. والله اذا كانت فريده توافق انا ما عنديش مانع. اسفه جدا. على فكره انتوا من حقكم فعلا تاخدوا يومين اجازه تتفسحوا فيهم زي ما انتوا عايزين. هنروح فين؟ عشان أول مرة اتقابلنا فيها جينا مع بعضين. هو أنا بلعب يا علوي؟ ده شغل. طول عمرك قلبك جامد يا دولة، ما بتخافيش من حاجة أبدا. شفت بقى؟ مين فينا الراجل؟ أنت يا دولة.
لا بشر، ده انا ست قوي لكن بمليون راجل. الفلوس جاهزه؟ نديهم شيكات. انت نسيت ولا ايه يا علوي؟ دول ناس ما بيتعاملوش مع الشيكات خالص. كاش ماني. جاهز؟ جاهز جاهز يا دولة.